عايزين نمخمخ في الهدايا، خلاص راس السنة داخل ومحتاج ارتب الهدايا. لغاية دلوقتي احلى عروض دخلالي او جايالي عشان راس السنة من فيب اريا، يبقى نعتمد فيب اريا في راس السنة دي. مش كل الناس ولاد ناس، والله عظم على اللي قال الكلمة دي، دي حقيقة. احلى صباح ومساء على متابعي مدنز الغاليين، وحشتوني جدا ورجعت لكم النهاردة عشان ادردش معاكم في اللي هنعمله في راس السنة. اخترت لكم المكان الهادي اللي انتوا شايفينه ده عشان نقعد مع بعض واقول لكم الدنيا فيها ايه. تعالوا بقى اما نتكلم على هدايا راس السنة واللي هتبدأ من النهاردة. يعني احنا معانا شهر كامل كله هدايا، واخر يوم في راس السنة يوم 31/12 هيكون برضو معانا هدايا تانية ولايف تاني من داخل المكان اللي هنعمل منه الهدايا. طيب مين النهاردة اللي هيكون راعي للهدايا بتاعت شهر ديسمبر معانا وعلى مدار الشهر ده؟ فيب اريا ستور. طيب ايه هي بقى المسابقات؟ سهلة جدا، كل يوم جمعة هيكون في بوست لحد اخر الشهر، هيكون معانا كل جمعة مسابقة، والجمعة اللي احنا فيها دي الفيديو ده هو مسابقتها، مفيش اي حاجة ولا في صحبات ولا في حاجة. كل اللي احنا هنقوله ان فيب اريا بتقول لكل متابعين مدنز احلى تحية عليكم وسنة سعيدة عليكم. ايه بقى اللي مطلوب؟ هتسيب كومنت بس على البوست ده وهتعمل له شير، اكتر واحد هيعمل شير ليه هدية، وهيبقى فيه اتنين كمان هيكسبوا من اختياراتنا العشوائية للكومنتات، وكده هيبقى البوست ده فيه تلات هدايا. على مدار الشهر كل جمعة هيكون معانا تلات هدايا لتلات فائزين، وليلة راس السنة هنتجمع كلنا في فيب اريا عشان الناس تستلم الهدايا بتاعتها ونتصور مع بعض ونطلع لايف نوزع فيه برضو هدايا على الناس من داخل الستور. بس كده لا، طيب فيب اريا عامله عروض على مدار الشهر ده وخصومات تقدر تخش تستفيد منها، وهتلاقي اللينك بتاع صفحتهم في الكومنتات تحت في اول كومنت، تقدر تدخل تعمل لهم متابعه عشان برضو تقدر تستفيد من العروض معانا على الصفحه هنا، لازم تكون عامل متابعه عندهم، فاعمل ده عشان تكسب من عندهم ومن عندنا. فهو ده اللي بيقوله لكم فيب اريا في راس السنه الجديده، وكل سنه وانتم طيبين، ودايما خليكم فاكرين السجاير هلاكتنا وجي وقت ايه صحتنا. اشوفكم على خير، كان معاكم مادنز، سلام.